أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. اعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي تيمور إيفانوف نائب وزير الدفاع سيرغي شويغو بتهمة تلقيه رشوة، ويواجه إيفانوف عقوبة السجن 15 عاما في حال إدانته. وكان إيفانوف الذي يشغل منصب وزير أو منصب نائب الوزير منذ عام 2016 مسؤولا عن إدارة الممتلكات والإسكان والبناء والرهون العقارية في وزارة الدفاع الروسية. وألقى جهاز الأمن الاتحادي الروسي الذي تشكل بعد تفكيك جهاز الاستخبارات السوفيتي KGB القبض على إيفانوف الثلاثاء في أثناء عمله بتهمة تلقي رشوة كبيرة. وأمرت محكمة بساماني في موسكو أمس الأربعاء باستمرار حبس إيفانوف حتى 23 من يونيو حزيران المقبل. وقالت المحكمة أنها تواصل التحقيق في ضلوع إيفانوف في مؤامرة إجرامية مع أطراف أخرى وتعاون مهم لارتكاب جريمة منظمة تنفذها مجموعة منظمة. وأضافت أن المؤامرة كانت تستهدف الحصول على ممتلكات وخدمات على نطاق واسع عبر أعمال تمت بالتعاقد والتعاقد مع الباطن لصالح وزارة الدفاع. حول هذا الموضوع وحول تطور الحرب الروسية الأوكرانية، وسعيدنا أن أرحب بضيفي الأستاذ عبد الرحمن الشامي مدير تحرير موقع أوكرانيا بريست. أستاذ عبد الرحمن، بداية أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن، كيف الآن تفسر هذا الفعل الروسي من اتهام نائب رئيس أو نائب وزير الدفاع وإحالته إلى التحقيق، بل ومن الممكن أن يحكم عليه ب15 عاما في السجن؟ أولا تحية لك وللسادة المشاهدين، وتحية عاطرة جدا للأبطال في غزة الصامدين، يعني لا نملك لهم حاليا الا الدعاء، لانه فعلا يعني نحن مقصرين في حقهم. في دخول بالموضوع مباشره الذي نناقشه اليوم، يعني اعتقد يعني على برنامجكم الكريم ومنذ حوالي من شهرين ناقشنا نحن وضيف كريم من موسكو، هو كان سعاده السفير الروسي السابق لروسيا الاتحاديه في لبنان، كنا نناقش موضوع الانتخابات الروسيه اذا كنتم تذكرون على 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 روسيا. وكان الضيف الكريم من موسكو يؤكد على أن النتائج الانتخابات التي رسمها نظام بوتين يؤكد على وحدة الشعب الروسي، وكنت عندها يعني يؤكد على موضوع أن روسيا منقسمة داخليا، وأنه ليس فقط روسيا منقسمة كشعب، بل الحكومة نفسها منقسمة على نفسها وفيها تيارات. ما نراه اليوم هو انعكاس لما كنا نتحدث عنه في ذلك الوقت، يعني ما نراه اليوم هو على عكس ما تحاول روسيا إظهار قوة أن 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 الطرف الروسي قوي متمكن متماسك، وأن الدكتاتورية الروسية تمسك بكل زمام الأمور في موسكو. نحن العام الماضي كنا أمام محاولة انقلاب على نظام بوتين كادت أن تصل إلى موسكو من 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 من, من خلينا نقول من أعز ما من أمن أكثر المقربين إلى بوتين، اللي هو جماعة فاغنر التي صنعها بوتين بنفسه. والآن نرى هذه الصراعات الداخلية على وجه آخر. لا أعتقد أنها يعني صحيح نحن نتحدث على انقسامات، ولكن لا أعتقد أن ما يحصل الآن قد وصل إلى حد كبير. لماذا؟ الشخصية التي نحن نتحدث عنها هي بغاية الأهمية، هي محسوبة على محور شيغو وزير الدفاع الروسي، هو بنفسه جلبه وهو من صعده إلى أعلى المستويات. المنصب الذي يشغله هو يعني يغطي أحد أكبر الاستثمارات في وزارة الدفاع الروسية، هو المسؤول عن خلينا نقول قطاع البناء، وهو يعني عندما نتحدث عن أنه الفساد بأرقام يعني فضائية، فهي حرفيا فضائية، لأنه هو حتى مسؤول عن 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 منشآت متعلقة بمنشأة الفضاء، وهي يعني مبالغ خيالية، يعني لا يمكن أن يتخيلها إنسان عادي. فسؤال رقم واحد هو هل نظام بوتين لم يكن يعرف أن هذا الإنسان مختلس؟ هو كان يعرف أن هذا الإنسان مختلس، حتى أنه يعني المعارضة الروسية أو ما يسمونها بمؤسسة FBK، وهي المؤسسة التي يفترض أنها تحارب الفساد، قامت بتحليل موسع عنه منذ حوالي عدة أشهر، فضحت فيه كل الفساد والسرقات التي يقوم بها. فالحكومة الروسية على علم بذلك، لكنها وقتها كانت تقول أن المعارضة الروسية كاذبة وأن هذا كله تلفيق. الآن فجأة أصبحت المعارضة الروسية ليست كاذبة، وفجأة أصبح هذا الإنسان فاسد. بالتالي التفسير الوحيد المنطقي لحد الآن هو صراع داخلي
وهو أن وربما والله أعلم أحد السلطات المتوقعة أن هي مسؤولة عن هذا الاعتقال هي المخابرات العامة، وهي تحاول كما يقولون بالروسي أن تحفر تحت شيبوه حتى تقلم أظافره حتى تضعفه. هناك من يقول أن مثل ما يقولوا سيصل البل لذقن شيبوه نفسه، شخصيا لا أتوقع لأني أتوقع أن شيبوه محمي من بوتين نفسه، لكن بالتأكيد هذه الحركة هي إضعاف وضربة لمحور شيبو ومحور محافظة موسكو، لأن الشخص المعتقل مرتبط بكلاهما.